بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في رحاب المغفرة نتزود اليوم بعمل من الأعمال التي جعلها الله تبارك وتعالى سبباً من أسباب مغفرة الذنوب. نتحدث اليوم عن حسن الخلق ونحن في هذا الشهر الكريم ونحن في هذا الظرف الخاص. أخرج الحاكم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار. في هذا الحديث يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي المسلم الذي يتحلى بهذا الخلق يكون سهل ولين وهين، فسوف يكون جزاؤه عند الله أن يحرمه على النار، بمعنى أن يغفر ذنوبه، بمعنى أن يدخله الجنة. أدخلنا الله جميعا وجعلنا من أهل الجنة وإياكم، وحرمنا جميعا على النار. وش معناها يكون الإنسان سهل ولين؟ معناها الإنسان هذا يسهل الأمور، لا يعقد الأمور. نهار يصير مشكل بسيط لا يضخمه ولا يهوله، ولكن يحله ويجوز ويمشي. إذا ولده أو ابنه أو جاره ارتكب خطأ معين، فأحيانا يتغافل هذا الأب على ابنه، وكل ما شافش كل ما سمعش فيتساهل في ذلك المشكل لكي يكون من الذين تحلوا بهذا الخلق حتى يأخذ هذا الأجر العظيم. يعني بعض الناس إن صح التعبير كما يقال عندنا في الدارجة، يقول لك عجوز حكمة سراق، يعني إذا وقع مشكل خلاص ثم يحصل وثم يبقى يلكك كما نقول ويعقد الأمور. لا ينبغي أن يكون بهذا الخلق المسلم. فأن يكون سهلا ولينا هي من جملة الأخلاق التي اعتبرها الإسلام وجاء للحث عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولذلك كان نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على درجة عالية وفي قمة الأخلاق، حتى أن الله سبحانه وتعالى زكاه في القرآن الكريم، فقال عنه ربنا تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. إذا كانت علاقتنا مع خالقنا، علاقة المخلوق بالخالق، تبنى على النية والإخلاص والصواب في العمل، فإن العلاقة بين المخلوقين فيما بينهم بين الناس تبنى على أساس حسن الخلق. لذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لمعاذ، يقول: اتق الله حيثما كنت. هذه العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى تكون مبنية على تقوى الله، تخاف لا ربي سبحانه يسخط عليك، لا ربي سبحانه يغضب عليك، بأن تأتي بأوامره وتبتعد عن معاصيه. الإنسان الذي لا يصلي هذا ما خافش ربي سبحانه، علاقته مع الله غير صحيحة. قال: اتق الله حيثما كنت، ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لما الإنسان يغلط ويدير خطأ ويدير سيئة، يدير حسنة باش ربي سبحانه يمحي له تلك السيئة. ثم قال في علاقة الناس مع بعضهم البعض، قال: وخالق الناس بخلق حسن. هاي البطولة أن تكون صاحب خلق حسن في معاملتك مع الناس، مشي أن تكون صاحب مال أو أن تكون صاحب علم وبدون خلق عياذا بالله. حسن الخلق له من الفضائل والفوائد في الدنيا والآخرة ما لا يمكن حصرها في هذه الحلقة، نذكر بعضا منها. حسن الخلق يجعلك من خير الناس، من أحسن الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. لحبي تكون من الناس المخيرين عند الله سبحانه وتعالى أن تكون حسن الخلق. ولما نقول تكون حسن الخلق، ماشي غير مع الناس في الخارج البيت، ماشي غير مع الناس زملائك وفي العمل وأمام الناس، ولكن من باب أولى أن تكون حسن الخلق أن تكون من خيار الناس مع أهلك، مع أولادك، مع زوجتك، مع والديك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، كما قال عليه الصلاة والسلام. حسن الخلق هو من الأسباب اللي تقرب من الله سبحانه وتعالى، ومن منا لا يريد أن يكون قريبا من الله فيحفظه الله سبحانه وتعالى، فيعطيه الله سبحانه وتعالى، فيمنعه من الشرور سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلى الله وأقربكم مني أحاسنكم أخلاقا. ليكون عنده خلق حسن. أيضا حسن الخلق هو طريق لإكمال الإيمان،
قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا، قال أحسنهم أخلاقا. إلا حبيت تكون مؤمن ماشي غير بالصلاة، ماشي غير بالصيام، ماشي غير بالحج، ولكن بحسن الخلق مع الناس، مع الأقارب ومع غيرهم. الإنسان اللي يكون عنده حسن الخلق هذا راه في رحمة عظيمة جدا، راه في عبادة دائمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بخلقه درجة الصائم القائم. لما تكون حسن الأخلاق ربي يعطيك الدرجة تاع هذاك الإنسان اللي يصوم بزاف واللي يقوم الليل بزاف، وأنت لم تصوم وأنت لم تقوم الليل تدي الأجر تاع الصائم والقائم بحسن الخلق. حسن الخلق من أكثر الأسباب اللي تدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما أكثر الأعمال التي تدخل الجنة، فقال حسن الخلق. وش معناها حسن الخلق؟ حسن الخلق هو بر الوالدين، حسن الخلق هو الإحسان للوالدين، حسن الخلق هو كظم الغيظ، هو عدم الغضب، هو عدم ما تحقرش الناس، ما تحقرش أولادك، ما تحقرش زوجتك. حسن الخلق هو بذل المعروف، هو الصدقة، هو معاونة الناس. حسن الخلق هو بسط الوجه، هو الابتسامة، هو عدم الغيبة، هو الكلام الطيب. كل معروف يعرفه الناس ويستحسنه الناس فهو من حسن الخلق. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يحسن أخلاقنا فنأخذ هذه المرتبة ونأخذ هذه الدرجة، ويغفر الله سبحانه وتعالى لنا ذنوبنا ويرفع عنا هذا الوباء إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.